مباراة الأهلي وحرس الحدود كان فيها إشكالية تحكيمية مهمة، لأنه كمان تعلقت بالكذب، إنه فجأة تطلع قنبلة الحق امسك حوش، إيه الحكم الخامس اللي لغى جون الحرس شغال في النادي الأهلي. دي مصيبة، لو ثبتت مصيبة، مصيبة في اختيار الحكم نفسه. إزاي واحد شغال في النادي الأهلي أو شغال في نادي وتحطه في إدارة مباراة ولما يلغي جون عليه جدل يبقى فيه كمان مش شبهة، في مصيبة. لكن لما يطلع ده كذب الناس تتحمل وزر الكذب وشجاعة الاعتذار والتوضيح ولا كأن في حاجة. قبل ما نوصل للحقيقة أستاذ إبراهيم تعال نناقش القضية دي. قضية إنك أنت التحكيم بيعمل في مؤسسات ليها فرق في الدوري سواء في الدرجة الثانية أو في الممتاز. هذا حدث شائع. صحيح. ناس كتير بتشتغل في مؤسسات البترول. ناس كتير بتشتغل في مؤسسات عسكرية. هو أو شرطية. أو شرطية. هو الكابتن عصام بيفخر بانتمائه باستمرار للمؤسسة لأنه كان ضابط. ما هو لازم الحكم هيشتغل. لازم الحكم هيشتغل. هي إشكالية لحد الحكم ما يحترف التحكيم وما يبقالوش عمل آخر، ودي حتى لعبتنا احنا، ده احنا لعبتنا مش متفرغة للكورة، بيشتغلوا في شركات وفي مؤسسات المدربين بيلعب يوم السبت ويحلل يوم الحد، وممكن يحلل للفرقة اللي لعبها أو اللي هيلعبها. لا، وبيشتغل بيشتغل في مؤسسة هيلعبها. صحيح. يعني هو ما يبقى متعين في مؤسسة وبيمرن في فريق تاني وهيلاعب الناس، الموضوع عايز يتحل ككله بقى، ان الناس محترفين ياخدوا ما يكفيهم مقابل هذا الاعتراف، والناس كلها ما تشتغلش حاجه تانية. طيب نشوف الراي التحكيمي الاول اللي قاله الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت عن هذه الواقعه وهذه المباراه، وبعد كده نشوف الكذبه الكبيره ايه. طبعا الحاله دي احنا لما هنشوفها كده، ادي الحكم الاضافي وادي الحكم وادي الثلاث لعيبه، انا هقف هنا بس لحظه. الحكم الاضافي بعتقد المسافه بالظبط كده 4 ياردات بينه وبين اللعبه اللي فيها المخالفه. بعتقد ان رؤيته مفيش حد ممكن يقدر يحدد الالتحام بالدفع بالمسك اكتر من الراجل ده. الحكم محمد معروف واقف اهو، اللي الثلاثة اللعيبة اللي عليهم اكساد دول ومنهم واحد بتاع الحدود، دول عاملين بلوك فيجن، يعني رؤية منغلقة عليه. ده اللي خلى محمد معروف مش ما عندوش القرار، خد من الحكم الإضافي، وده اللي أنا عايز أقوله، هو ده الصح. هو ده الصح، الحكم الإضافي ده هو بيعتبر الريبليسمنت اللي هو البديل للحكم في الحتة دي. لعبة زي دي فاول واضح بالشكل ده كان لازم يقول عليه، لكن ما يبقاش هدف. هو ده الفيديو، هو ده الفار. مفيش حكم اضافي، الفار كده، اللي قاعد على الفار بيشوف حاجه زي كده يقول له ارجع ده فيها كذا، بيرجع ويشوفها. نشوف الحاله. طبعا انا اديتكم المقدمه دي ان الحكم ما عندوش رؤيه، الوحيد اللي عنده رؤيه واضحه تماما هو الحكم الاضافي. نشوف الحاله والاعادات، كل ده احنا مش شايفين حاجه. برضو من هنا نفس الكلام، ولكن التحامات، هل فيها دفع؟ هل فيها مسك؟ ده اللي هيبان لنا من الاعاده هنا الخلفيه. بص هنا اللاعب النادي الاهلي رايح بوشه عايز يلعب الكوره، اللاعب هتلاقيه بتاع الحدود بيعوقه. هتبص تلاقي لاعب الاهلي اتعوق بقى بجسمه مايل. مش ممكن المدافع لما بيروح يلعب الكوره رايح بوشه عشان يتعوق كده، معناه انه حصل له حاجه. وجنبه لاعب مهاجم يبقى حصل له ايه؟ يا شد يا مسك يا دفع، اي حاجه من دي كلها. فهنشوف الحاله بقى. شوفوا هنا خلاص هو اتعوق بالشكل ده. ادي الايد لاعب الحدود. جابته كده انه راح، فطبعا فقد توازنه. فبالتالي الخطأ موجود، وقرار الحكم الإضافي في يعني الإعلان للحكم أن هناك مخالفة قبل إحراز الهدف قرار صحيح. نيجي بقى اللعبة اللي جاية، طبعا معروف هنا أهو برضو الرؤية عنده مش واضحة، كان المفروض يكون في الحتة دي، في الحتة دي عشان يشوف الرؤية، لأن دي لمسة يد واضحة من لاعب الحدود بيمنع الكرة دي. إيده نازل أهو وراح بإيده، وهتشوف أهو أدي الإيد خلاص لعبت الكرة بالشكل ده، لمس اليد موجوده هنا. هل في دفع؟ ما فيش دفع، ما فيش اعاده، لكن
ما اقدرش يعني اللي فات ضربه جزاء لو كان في لو في اعاده توضح ده اللي انا قلته. لا اللي قبليها اللي قبليها طبعا ركله جزاء لمسه يد واضحه مش لمسه يد بيلعبها بايده وايده راحت للكره خلاص. هنا بقى يعني طبعا هو ما شافهاش يعني مش معروف شافها وما حسبهاش ما شافهاش نتيجه سوء تمركز عشان برضو الناس تبقى عارفه. اللعبه اللي جايه هي لعبه طبعا مع السرعه مع الحاجه لكن في لمسه يد يعني من اتنين مدافعين بتوع الحدود هتشوفوها من ده لده هو طبعا ما شافهاش والحكم الاضافي ما عرفش يعني ايه رد فعل. بص اللعبه بص الايدين الاتنين رايحين على الكره بتعملها ازاي واضح جدا يعني ها بعد كده بتيجي في ايد لاعب المدافع الاهلي ماشي شوف نفس الكلام الاعاده تاني من شكل تاني ادي واحد والايد التانيه بتروح الايدين يعني انا عايز اقول ايه الايد بتلعب الكوره فبالتالي هنا يعني عايز اقول ان في لمسات يد. النهارده محمد معروف محظوظ ليه؟ لان الاخطاء دي كلها لم تؤثر في نتيجه المباراه ركلات جزاء لكن مين اللي كانت لصالح مين؟ لصالح النادي الاهلي. يعني الاهلي ليه 2 ضربتين جزاء يا كابتن. يعني الاهلي له ضربتين جزاء الثالثه ممكن نتناقش فيها الدفعه اللي في ظهر رمضان صبحي اعتقد لكن في التاتش بول ضربتين ده الثانيه وحللهم الكابتن الشناوي واحد زق بما لا زق الكوره بايده ابراهيم لايد زميله بيسندوها مع بعض ومحدش اتكلم يعني كله اتكلم على الهدف اللي اتلغى. الهدف اللي اتلغى كانت قصته انه كمان اتهم الحكم الخامس انه ده راجل اهلاوي وشغال في اكاديميه النادي الاهلي والحق وحوش وكارثه ومصيبه وفضيحه والكلام اللي انتوا تابعتوه من تغريدات. لكن لما يحدث تيقن هل لما تظهر الحقيقه اللي اتهم يرجع يعتذر يمتلك شجاعه الاعتذار والتوضيح نبل. اللي المفروض عند الناس لا صحيح اطلاقا مش هتلاقوا اترمت وخلاص حاجه تشوش على الاهلي حاجه تتهم حاجه تشوه انتصاره وخلاص. حتى على المستوى الفني والتحكيمي لما تتكلم انك تختلف على الجون طب ماذا عن ضربتين الجزاء الحكم الخامس كان ورا الكرة على طول. الجديد انه حتى اعتراف اللاعب الكاميروني اللي تبادل الجذب مع ايمن اشرف محدش توقف عنده. هذا اللاعب سيريل ناداني الكاميروني مهاجم حرس الحدود قال في تصريح لموقع الكابتن نعم دفعت لاعب الاهلي بيدي لكن كان هو الاخر بيشد فانيليتي من البدايه كنت بحاول التخلص منه تبادلنا الشد ثم سقطنا معا على الارض. يعني هو الراجل قال لك ايوه زقته زقني. الحكم الخامس حسب اني فيهم هو ده اللي شايفه قدام عينه لانه كمان مين اللي بدا الشد هو شايف ديت. طبعا حكم السندبيسي الكذبه اياها اللي اتقال عليها انه شغال في اكاديميه الاهلي وحطوا صور له وهو مع اطفال براعم في الاكاديميه. الكذبه ان الاهلي ملوش اكاديميه في المنوفيه اصلا ما عندوش اكاديميه في المنوفيه ودي اكاديميه كمان يملكها اشخاص حاطين اسمها الاهلاويه ستارز. طيب ايه علاقه النادي الاهلي ولا حاجه ايه مسؤوليه النادي الاهلي ولا حاجه. طب انتوا قلتوا وكذبتوا واتهمتوا عندكم الشجاعه ان انتوا تعتذروا لما تظهر الحقيقه على الاقل اعمالا بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده منطبقه ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني انتوا بتتهموا ناس بتتهم اولا اتهمت الحكم الخامس انه مزور وانه عمل ده علشان اكل عيشه في النادي الاهلي واتهمت النادي الاهلي انه كسب زورا وبهتانا وعدوانا وفي الاخر اتضح ان كل ده مش صحيح. حد كان عنده شجاعه الاعتذار؟ لا ما سمعناش. لكن شفنا الحقيقه حتى مدير الرئيس منطقه المنوفيه بيقول لا ما عندناش اكاديميه خاصه بالنادي الاهلي. وشفنا الحكم الخامس بيستدعى للتحقيق في لجنه الحكام. تعال شوف ايه المصيبه دي. فيستدعيه الكابتن عصام عبد الفتاح اللي طلع بعد المباراه وقال لو ثبت انه فعلا شغال في اكاديميه الاهلي هيبقى لينا موقف وكل مسؤول اتحاد الكوره مشوا في نفس السكه وليهم الحق زي ما بقول لكم.
لكن لما يتبين ويتأكد ان المسألة كذبة يمثل السندبيسي للتحقيق، ولجنة الحكام تتأكد من براءته ومن عدم عمله في أكاديمية تخص النادي الأهلي على الإطلاق، وإنه شغال في إحدى الأكاديميات الخاصة. ده مش كده بس، ده نفس الراجل اللي اتهمتوه إنه أهلاوي وشغال في أكاديمية الأهلي ظلما وعدوانا، نفس الراجل حسب للزمالك ضربة جزاء وهو حكم خامس قدام المقاولين، وما حسبش للمقاولين ضربة جزاء في نفس الماتش في نفس المباراة هذا الموسم، شايفين حضراتكم، وهو حكم خامس، وبان المفارقه انه خلف نفس المرمى. لا، وضربه جزاء زمالك مثيره للجدل، وضربه جزاء المقاولون لا خلاف عليه. لا، هتشوفها دلوقتي غير قابله للجدل اهو. اللاعب طار، لعب طاروا مع بعض، فلعب الكره بايده بهده بالراس، يعني هنا شاف بص الراجل ادي لعبها في ايده، يعني طار لعبها في ايده، هيعمل ايه ده؟ يعني هي دي ضربة استدعى الحكم وحسب ضربة جزاء للزمالك قدام المقاولين. طيب حد اتكلم؟ حد قال حاجة؟ هتلاقوا في نفس المباراة، يعني طيب أنت حسبت ديت ماشي أوكي، اعتبرها فارد إيده خلاص. طيب احتسبت ديت أهي، عايزين نشوف بتاع المقاولين بقى. شو المقاولين له ضربة موجودة يا شوارب هنا في الفيديو؟ الضربه اللي ما اتحسبتش المقاولين له ضربه جزاء في نفس المباراه، نفس الحكم ما حسبهاش، يعني هو حسب دي وما حسبش الثانيه. نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت بيتكلم على ضربه الجزاء اهي، نشوف الشناوي لانه رصد عدم احتساب الحكم وقتها لضربه الجزاء. هنا ادي الحكم وادي الحكم، الحكمين حكم الاضافي والحكم امين عمر. وانا عايز اقول ان امين عمر يعني في مكان يسمح له في الحته دي، لو انا حتى هجيبه كده يقدر يشوف كويس بشكل اوسع، ومن هنا برضه في مكانه برضه يقدر يشوف. انما في ناس تقول لك ممكن ما شافش، لا هو عمل كده معناها ان شاف ان الكوره ليست لمسه يد، لكن هي لمسه يد. ولو انت وضعنا الاعتبارات اللي احتسبوا عليها ركله الجزاء الاولى، هي تعتبر فوتو كوبي لركله الجزاء، نفس ركله الجزاء الثانيه. اللعيب بتاع الزمالك ايده بتروح للكوره مش في الوضع الطبيعي، وبالتالي ركله الجزاء لابد انها كانت يعني موجوده او تحتسب، والحكم هو بيقول مفيش حاجه، يعني معناها الكره. شوفوا هتشوفوا ان لسه في لقطه ثانيه، ادي اللاعب وايده اهي طبعا بالظبط بتتحرك اهي، ايده بتتحرك راحت للكوره، وبالتالي ركله الجزاء دي. من هنا طبعا زاويه رؤيه امين عمر يقدر يشوفها، لكن هو تقديره كان فيها كده. طيب كابتن الشناوي حدد اخطاء الحكم وقتها، او الحكم الخامس السندبيسي حسب واحده للزمالك وما حسبش، وقتها كان شغال في اكاديميه الزمالك ولا في اكاديميه الاهلي مش عارف. بس كمان الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام تحدث عن يعني ده ما استفاد به الزمالك، ما استفاده بيراميدز ايضا من نقاط نتيجه اخطاء التحكيم. نشوف في اخطاء للتحكيم، اكيد في اخطاء زي كل العالم. احنا نعمل مقارنة بسيطة بس، وهقول لك اسباب الهجوم على التحكيم والمشاكل المفتعلة بشكل كبير، وهقول لك ماتشات قريبة جدا يعني. نتكلم على التحكيم الاجنبي اللي جبناه. قصدك على الطاقم التونسي الاخير اللي جه في لقاء بيراميدز؟ لا انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام الطاقم التونسي اللي جه في لقاء بيراميدز في ركلة الجزاء الداخلية 100% ما اتحسبتش بشهادة الجميع، عادي جدا ممكن تكون اثرت على نتيجة المباراة. صحيح. مباراة الزمالك وبيراميدز اللي قبلها في خطا مهم جدا حصل، والزمالك متقدم قبل نهايه المباراه ب 20 دقيقه بطرد عبد الله جمعه، اصلا عبد الله جمعه كمان ما عملش خطا. لكن عادي الانتاج وبيراميدز. الانتاج وبيراميدز الماتشين كمان كان في هدف غير صحيح واحتسب في 7 8 رده في تحكيم اجنبي واستفاد الانتاج. الدور الاول الانتاج نفس القصه، كان كسبان 1-0 وبيراميدز اتعادل بتسلل، انا بحس
النادي الاهلي وبيراميدز ضربه الجزاء لم تحتسب اثرت على نتيجه المباراه. انا بكلمك بس ان ليه الاتحاد الدولي اخترع الفار عشان يقلل الاخطاء ده قولا واحدا عشان يقلل الاخطاء. احنا بنتكلم بالامس قريب على ماتش ليفربول، ليفربول اتعادل بهدف او احرز هدف من تسلل واضح باربعه يارد. يعني حضرتك شايف يا كابتن عصام ان الاخطاء اللي موجوده في الكره المصريه او في مباريات الدوري المصري اخطاء في يعني في المستوى المتوسط او المستوى الطبيعي، يعني ما عندناش مشكله في التحكيم كفنيات تحكيم يعني؟ لا، الاخطاء وارده في كل مكان. انا بكلمك على افضل الدوريات في العالم هناك اخطاء. لو ليه كاس العالم وكان في فار وكان في اخطاء. انا بس عاوز اكلمك على نقطه معينه، ليه الناس حتى التحكيم دلوقتي تحت ميكروسكوب؟ ده اللي قلته قبل كده واللي في ناس كتير مش هتقوله. ليه؟ وفي ناس تخاف تقوله. ما انا بحكي لك اهو، وفي ناس بتقوله. اولا الصراعات اللي حصل ده بين الانديه قبل بدايه الموسم وما زالت حتى الان. انا قلت قبل بدايه الموسم ان الصراعات دي هتوتر الامور بشكل كبير وهيدخلوا التحكيم طرف. تمام؟ وده اللي بيحصل. كل نادي دلوقتي مستني النادي ده. ده هنا خطا ما اتحسبلوش. وعلى فكره الجميع استفاد من التحكيم. بقول لك على الانديه الكبيره دي كلهم استفادوا من التحكيم واضروا في بعض الوقت. لكن كلهم استفادوا من التحكيم. يعني ضربتين جزاء لم يحتسبا في المباراه خلاص للاهلي وبيراميدز فقط. انما في كل الاحوال يعني اعتقد ان الناس كلها لازم تبقى فاهمه ان مش الاهلي اللي هيشغل حكم في الاكاديميات بتاعته، ولا في حكم ولا اصلا يروح يملك من الجرأه وان يروح يعني يشتغل في الاهلي وهو بيحكم ازاي يعني. صحيح. بالمناسبه النهارده المصري كسب المقاصه 2-0 مش 1-0، محمود وادي واوستن اوموتو النيجيري. انا قلت لكم 1-0، المباراه انتهت 2-0. دهمنا الوقت، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا.